يسعدني أن ألتقي مع الدكتور زموري أحمد رئيس الجمعية الجزائرية لجراحة العظام والمفاصل. أهلا بك سي أحمد. أهلا سي حميدة. في أول أمر أشكر قناة الحياة لهذه الدعوة، وبهذه المناسبة أحيي المشاهدين الكرام، زملائي الأطباء وخاصة زملائي الجراحين في الاختصاص تاعي. شوف سي أحمد أو الدكتور أحمد، يعني الغالب عند الأطباء وغير ذلك ما يخرجوش من المخابر نتاعهم، والعلاقة يعني داخل المستشفيات وفي العمل نتاعهم، وأيضا العلاقة مع المرضى قليل ونشوفه أو نادرا ونشوفه هو حضورهم في الفضاء العمومي، يعني في الاسباس بيبليك. يعني في هذا أنت على رأس هذه الجمعية، أولا قليل بعض الدليل على ذلك أن بعض الجمعيات قليلة يعني الطبية إذا قورنت بالجمعيات الكثيرة في المجالات الاجتماعية وغير ذلك. ألا يؤثر هذا عليكم على نشاطك العلمي، برغم عندك سي في قد بالحملوي، سي في يعني سواء كنت شاركت في مؤتمرات وفي تاني تربصات في البداية، وفي أيضا حضور في مداخلات مهمة في مؤتمرات عالمية، ألا يؤثر هذا على العمل تاعك؟ صح هي في الحقيقة الخدمة تاعنا احنا هذه ما تخليناش وقت كبير اللي يخدم في المستشفى ولا في القطاع الخاص. راهو انا نبدا النهار تاعي على 7:30 تاع الصباح، نكمل على 7:30 حتى 8 تاع الليل، ما خليناش وقت كبير. لكن مع الوقت فهمت باللي لازم ماشي غير الخدمه، لازم محسوب ثاني نبلغوا لو غرون بيبليك تاعنا على الحوايج اللي انا نديروا فيهم، الحوايج اللي احنا نديروا فيهم اترافيغ هذه لاسوسياسيون كو جو بريزيد، هذه لا ساكوت الجمعيه الوطنيه لجراحه العظام والمفاصل. وقررنا محسوب نبلغوا الرساله اترافيغ دي زيميسيون هذو كيما تاعك محسوب. وانا اليوم راني عارضك ايضا في الحصه باش تتكلم ايضا على الجمعيه، يعني الجمعيه لجراحه الجزائريه لجراحه العظام ومثل المفاصل. ولاحظت ان عندكم اكتوبر القادم تاني من 13 14 15 غادي يكون عندكم مؤتمر دولي. قبل ما نتكلم على الاشياء اللي راكم انتم فعلا منشغلين بها، ممكن نعرفوا شويه على الجمعيه؟ دور الجمعيه هذه جمعيه لا ساكوت الجمعيه الجزائريه لجراحه العظام والمفاصل، اسسوها شيوخ التوعي عندها درك 30 سنه. هذا العام هذا راح نديروا لو 30 كونغري انترناسيونال في الجزائر العاصمه. والجمعيه هذه محسوب تقدر تقول راهي محسوبه لو غروب لا كازي توتاليتي تاع لي شيرجان اورتوبيديست ناسيونو. عندنا ميم ناس من افريقيا اللي راهم اديرون في الجمعيه هذه الوطنيه تاعنا. اذا فيها غير جزائريين اللي سنتني كميه كبيره قليله، لكن عندنا دي زاديرون دونور، هذو سي دي بروفيسور كبار تاع الخارج اللي محسوب حبوا يدخلوا في الجمعيه تاعنا ويعاونونا. وعندنا محسوب جراحين من افريقيا ثاني اللي محسوب حبوا يدخلوا في الجمعيه هذه وراهم يخدموا معنا. الجمعيه منتشره على جميع التراب الوطني، منتشره على جميع التراب الوطني، ونقدر نقول لك قلت لك واحد 80% تاع الجراحين راهم منخرطين في الجمعيه الوطنيه تاعنا. محسوب لو كونغري هذا ناسيونال اللي هضرت عليه اللي راح يندار في 13 و14 و15 اكتوبر، سي ليفينمون ماجور الجراحين دونك في الاختصاص تاعنا. وفي هذا الاختصاص غيتكلموا في واش هي الاشياء الاساسيه اللي غيطرحوها في المؤتمر، كلها ما يتعلق باختصاص الجراحه في اي مجال من الجراحه. نعرفوا هي واسعه، يعني كي نتكلم خاصه وانت يعني راك جراح متخصص اساسا في الركبه يعني والورك. صح هذا وصول الموضوع. احنا درك حبينا رانا نديرو في لا سور سبيسياليزاسيون، ما فوق التخصص. وفي الجمعيه تاعنا عندنا دي جروب، عندنا دي جروب مثلا عندنا هذا لو جروب تاع جراحه الورك وجراحه الركبه، عندنا لو جروب تاع الجراحه بالمنظار اللي راهو اكزيست دوبي مانون واحد 10 سنين هكذاك، عندنا الجراحه
لو جروب اللي متخصص في جراحه العظام للاطفال. ما يخفالكش باللي سي تا موند ديفيرون. انا مثلا دوك تجيب لي الطفل باش ندير له عمليه نقول لك ما نعرفش نديرها، نعطيه لزميلي اللي متخصص في جراحه العظام للاطفال. وعندنا دونك الجراحه تاع الكتف تاع اليد تاع السرطان لي تيومور، وكاع هاد لي جروب هذوما هم يديروا محسوب تربصات الجراحين اللي راهم عندهم تجربه واللي ما عندهمش تجربه. بالنسبة لاحظت أنا أيضا يعني كجمعية ما هو الدور نتاعها؟ هل هي فقط في العمل التخصص مثل علمي، ولا عندكم أيضا هدف تكويني يعني في هذا المجال، وأيضا المشاركة ربما في عمل نستطيع نقول إذا كان يمكن الكلمة يعني تطوعي، الانتقال نتاعكم إلى خارج يعني بعضها كان يقوم بعض الأطباء يقوم خارج الجزائر العاصمة، خارج المدن الكبرى ربما في الجنوب، ولتقديم هذه الخدمات بالإمكانيات الخاصة نتاعكم. هذا لا ساكوت محسوب احنا ما راناش درك نديروا مؤتمر سنوي ونقعدوا نرقدوا حتى يجي العام اللي يجي من بعد. قلت لك هذو ديجا هذو لي جروب دو سبيساليتي كل وحده شاك جروب يدير ان جورني دو فورماسيون. عندنا سبعه دونك ديجا ونا ست جورني دو فورماسيون في العام. عندنا كل ثلاث شهور لي كور ساكوت متوجهين للمتربصين في التخصص تاعنا، نديروا لهم دي كونفيرونس، نجيبوا اطباء من الخارج ولا لي محسوب كفاءات وطنيه باش نديروا هذ لي كور هذو مال دونك للمقيمين والمتربصين. و احنا ونا سيني هاد لي جروب هادو دو سبيساليتي مضاو ان بارتناريا مع دي جروب انترناسيونو. مثلا لو جروب تاعنا المتخصص في جراحه المنظار راهو مضى عقد مع الجمعيه الفرنسيه لجراحه المنظار. معليش بين قوسين يعني واش تقصد او ما القصد بجراحه المنظار؟ جراحه المنظار هي محسوب الجراحه في المفاصل، ونديروا هاد العمليات بلا ما نحلوا المفصل. هاد العمليات بداو ينداروا في الجزائر مثلا على الركبه في التسعينات. في 2001 اندارت العمليه الاولى في مستشفى باب الواد لجراحه صوالب الروابط ونقل الصليبيه لي ليغامون كروازي دونك دي جنو بالمنظار في 2001. نرجع لك للتعاقدات هذوك. هذا التعاقد هذا اللي درناه مثلا مع لا سوسيتي فرونسيز دونك دو دارتروسكوبي، هذه تسمح لنا مثلا نبعثوا جراحين دونك دو جان شيروجيان اللي يديروا التربصات دي ستاج دو او نيفو. هذه الخطره مثلا بعثنا ثلاثه، هذو سي لي لوريا تاع المؤتمر تاعنا. في المؤتمر تاعنا نخيروا لي ميور كومينيكاسيون، وهاد الثلاثه هذوما سي لي جون زورتوبيديست دو موان دو 35 ans راحوا لفرنسا داروا دي ستاج دو نيفو. ولا ساكوت الجمعيه تاعنا تتكفل على لو ترونسبور تاعهم وعلى لوتيلري تاعهم في محسوب الموقع وين يديروا التربص تاعهم. دونك راك تشوف ما راناش محسوب قاعدين غير نديروا المؤتمر ونحبسوا. عندنا ثاني مشروع كبير لقافلات طبيه راحين نزوروا محسوب شتى انحاء الجزائر تاعنا هذه، ونديروا دي زانترفونسيون شيرورجيكال ونعاونوا الجراحين ونعاونوا المرضى. وسبق درتوا يعني القافله؟ درناها لكن ماشي في اطار الحق الجمعيه تاعنا، في اطار مستشفيات. ما يخفالكش في الجمعيه تاعنا كاين ناس اللي يخدموا في الدومين دو بريفي محسوب في القطاع الخاص، بصح اكثرهم يخدموا في القطاع العمومي. دونك درنا مع مستشفى الدويره درنا هكذا دي ميسيون الغردايا الورقلة شتى انحاء الجزائر تبسة. بالنسبة الآن نشاهد أيضا نسبة تاع النساء كثير من يصابون مثلا الآلام المفاصل وخاصة مثلا الركبة، في رأيك لماذا الشريحة تاع النساء يعني النساء هل هي حقيقة النسبة تاع النساء هي أكبر يعني في رأيك مش هي الأسباب؟ هي صح كي نديروا كي نشوفوا الناس اللي عندهم لاكتروز هذه تاع الركبة نلقاو محسوب أكثر نساء على الرجال،
وهذه متعلقه شويه بالهرمونات عند المراه، ومتعلقه ثانيه نعيطولو احنا بالفرنسيه لو جينيفاروم، الناس اللي عندهم رجلهم قوسين، الناس اللي زادوا هكذا عندهم رجلهم قوسين يحسوا بيزون بليس دو شونس دو ديفلوبي هذه الارتروز هذه تاع الركبه. لكن الان الحمد لله في الجزائر محسوب عندنا جراحين اللي عندهم كفاءه كبيره في القطاع العمومي وفي القطاع الخاص اللي يديروا هذه العمليات، وما عندنا محسوب من المريض محسوب ماهوش محتاج باش يروح يدير العمليه هذه في الخارج. الان يعني تشوف باللي الان امكانيات كافيه في الجزائر ان تندر هنايا بدون الذهاب للخارج؟ من ناحيه الكفاءه الامكانيات كاينه، لكن من ناحيه المحسوب كيف نقولوا لو نومبر تاع لي بروتيز هذو ما كاش العدد الكافي باش نحسب واحد يقدر يدير العمليه هذه لكل المرضى. في القطاع الخاص العمليه كوميم راهي غاليه، ماشي كاع الناس اللي يقدروا مع كل الاسف يخلصوها. لا سيكوريتي سوسيال ماهيش دير الدور اللي لازم. حنا دايرونا محسوب حبينا نديروا اتفاقيات كيما امراض القلب، ان الناس يدير الجراحه تاع القلب ولا لاكازورال تتكفل بهم. حبينا نديروا نفس الشيء مع البروتيز. وهذا غير موجود في غير موجود مع كل الاسف في القطاع الخاص، ولا ما نديروهاش خاطر راهو عندنا درك في القطاع العمومي ما يجيوهمش لو نوم دو بروتيز اللي يلزم. درك انت تحكم مستشفى تاع العاصمه يجوه مثلا 300 بروتيز ولا 400 بروتيز، هلا كان بدا يخدمهم في 3 شهور 4 شهور 5 شهور لي بروتيز يخلصوا. دونك لو نوم دو بروتيز إلي با سوفيزون، لازم القطاع تاع الخاص يتداخل في هذا الشيء، ولازم يكونوا محسوب دي بروسيدور كيما هذا تاع امراض القلب محسوب الدوله تتكفل بهذا الشريحه من رغم ان الشريحه كبيره. مثل ما كانش اتفاقيات مثل على مستواكم بينكم وبين القطاع العام يعني في هذا المجال؟ في هذا المجال ما كاش، لكن كاين اتفاقيات مثلا مع سيرتان زاسيرونس تاع القطاع الخاص ومع بعض المؤسسات الوطنيه، كاين اتفاقيات. لكن كي نشوف انا لو بلو كرون نومبر دو مالاد في القطاع الخاص اللي بينيفيسي با دو سي زاسيرونس مع كل الاسف. خليني هنا كنت بيت على الشباب واللي بعثتوهم، ولا هل يعني واش هي مجالات التكوين اللي راكم تقوموا بها؟ هل راكم تقوموا اصلا بمجالات التكوين لهؤلاء الشباب الجراحين الشباب؟ احنا رانا نديروا في التكوينات مثلا تاع الجراحه هذه بالمنظار، نديروا في التكوينات في الجزائر ونبعثوا ثاني كما قلت لك قبيلات لي شيروجيان دو موان دو 35 عام، نبعثوهم يديروا محسوب تربصات دون دي سونت سبيسياليزي اون اوروب. بعثنا في بلجيكا، بعثنا في اسبانيا، والخطره هذه بعثنا في فرنسا. هذو سي دي ستاج محسوب لا كان الجراح يروح باش يديرهم، يديروا قريب 2000 يورو. حنا بالاتفاقيه اللي عندنا الحمد لله مع هذه الجمعيات الطبيب اللي يروح يتربص ما راح يخلص لا شيء، التربص هذا اللي غراتوي اللي اوفير بار لا ساكوت. وزيادة على هذا الشيء كما قلت لك المحسوب لو ترونسبور وليبرجمون يسون اسوري اوسي بار لاساكوت، نعطوها ان شكل للطبيب باش يروح ومحسوب يقدر يكونسونتري روحو غير على خدمته ماشي على مشكل واحد اخر. ثاني لاحظت انك في نفس الوقت كنت خبير اللي يعني في العلاقه مع الرياضه مع الفيدرالية كرة القدم، يعني هل حصل لك يعني اولا خلينا نتكلم ممكن هم يتفرجوا فينا ثاني ايضا رياضيين، هي النسبة كبيرة نتاع المصابين في الرياضة خاصة في المجال تاعك تاع الركبة اساسا يعني في هذا سواء في كرة القدم او حتى في العدو؟ نسبة كبيرة 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 حتى بزاف سي حميدة، نقدر نقول لك نقدروا نديروا حتى 200 205 عمليه على الروابط الصليبيه في العام. العمليه هذه كاين بزاف دوك الكفاءات في الجزائر الحمد لله راهم يديروا فيها. وانا بديت محسوب في العمليه هذه مع اصدقائي في مستشفى باب الواد في 2001 في
نديروا هاد الروابط الصليبيه بالمنظار. هانو كان دوك نحكي لك عندنا مثلا اللاعب تاع الفريق الوطني ولا تاع اليو اس ما ايمن اللي لعب دارين كوب دافريك هايله ابار لو بيناتي مسكين اللي راح له هذا سي لو فوتبول لا غالب دارين كوب دافريك افيك اون ريبريز تري رابيد. نحكي لك سوريا حداد اللي جابت ميداليه ذهبيه في بكين في 2001 لان لها عمليه بالمنظار 45 يوم ولا ما خانتنيش الذاكره 45 يوم قبل ما تروح للاولمبياد تاع بكين في 2001 وراحت وجابت ميداليه ورجعت هي لو جودوكا لو دوزيام بن يخلف جاب ميداليه تانيت. عندنا غير كيما درنا مزغيش اللي خرج سايتي لو ميور جوار تاع لا كوب دافريك شان هذه اللي فاتت هذه درنا له عمليه بالمنظار الركبه الثانيه. يعني سواء كانت في المجال الطب الرياضي فيه الحديث عن المكملات الرياضيه ويقول لك المكملات الرياضيه يعني تقدر تساعد يعني مع حركات رياضيه يعني يمكن تقي من الاصابه بالالتهابات. لا بريفونسيون راك تحكي. وي لا بريفونسيون هي سي لي تيران دو فوتبول هذه وحده. ثانيا هي تاع الهيجين تاع المريض لازم يكون المريض لازم تكون عنده ذهنيه ومستوى باش يقول يا ودي الشيء هذا ما نديروش هذا ما نديروش. كاين التغذيه تاع المريض الثانيه ودرنا داير مثلا في التغذيه تكلمنا مثلا خطر التغذيه مثلا نحكي لك انا مثلا عندي محسوب دي جوار دو فوتبول اللي يجوا نديروا لهم نقدر نقول لك محسوب كي يقولوا فيتامينات هكذايا في الركبه باش الستر ما يكونش عندهم كي يديروا ان كومبيتيسيون كي دير لونطون محسوب تاع هكذا 10 ايام 15 يوم. هاد الصور هذو اللي حبيتوا نعلقوهم هذه اتفاقيه مع الجمعيه الوطنيه لجراحة العظام تاع تونس اللي استقبلونا الخطره هذه في لو ديرني كونغري تاعهم ورحنا محسوب وفد كبير محسوب اون ريبريزونتي لالجيري كما قال الاخر وباش نرجعوا في الاتفاقيات عندنا اتفاقيه كبيره مع لا فيديراسيون الجيريان دو فوتبول لا فاف ولا كونفيديراسيون افريكان دو فوتبول رانا في الطاقم الافريقيه رانا في الطاقم الطبي في لا كونفيديراسيون افريكان دو فوتبول. دونك عندنا ناس يجونا من الخارج الخطره اللي فات درنا مثلا لو جول تاع ليكيب ناسيونال تاع رواندا درنا باسكيتور جانا من الخارج ثاني بعثوه لنا من تكساس جانا حتى لهنا درنا له العمليه على روابط الصليبيه. يجونا ناس بزاف من دبي الجاليه الوطنيه لي فوتبولور ناسيونال اللي يلعبوا في دبي يجوا نديروا لهم العمليه هنا في الجزائر على امور محسوب ثاني تاع العائله يكونوا مع العائله تاعهم وكذا. دونك الكفاءات كاينين لكن لازم نزيدوا نطوروا الشيء هذا. والكفاءات كاينين كيفاش نطوروا يعني واش هي العقبات اللي ما تخليش باش الامور تكون كيما كون باغي؟ العقبات لازم له لوبينغ ثاني مثلا درك في الـ في الـ في الـ هذه لا كونفيديراسيون افريكان دو فوتبول لكن ما عندكش واحد راهو داخل الجمعيه يدير في السياسه اللي يلزم بور فافوريزي لالجيري ما تمشيش الدعوه 100%. حنا اللوبينغ ما عندناش مع كل اسف مخصوص في هذول الجمعيات في لا كونفيديراسيون افريكان دو فوتبول مثلا. حنا في طاقم الطب نستكلفوا بالطب هذا مكان لكن فيه سياسه فيه كاين حوايج محسوبه تاع الكواليس لازم ثاني نضروا لها ثاني. لا وهذه مش عندكم مش عارف انا كي تقول لي اللوبينغ يبدا اولا في مدام جمعيه تالي من دوركم تساهموا في هذا اللوبينغ على مستوى وزاره الصحه. لا احنا ما نقدروش احنا لا احنا محسوب المساهمه تاعنا مثلا تكون انت في الطاقم الطبي تاع الكونفدراسيون افريكان ماهيش حاجه هكذا تجي هكذا برك لازم تكون مساعده من لا فيديراسيون باغ اكزومبل. لكن عندنا واحد من لا فيديراسيون الجيريان دو فوتبول راهو في الطاقم هذاك يزيد يساعدنا اكثر يزيد يساعد الاطباء اكثر. مثلا شفنا في وقت راهو نهار كان يترأس لا فيديراسيون لا فاف الحق كان عندنا محسوب اكثر مرضى افريقيين يجوا للجزائر وندير لهم العمليات هذو.
هذه الاتفاقية الصورة، هذه الاتفاقية اللي درناها مع الجمعية الفرنسية للجراحة بالمنظار. هذا البروفيسور حشلاف راه يلقي محاضرة في تونس، هذه في تونس تانيت. هذه اتفاقية مع الجمعية الوطنية للجراحة بالمنظار التونسية. الاتفاقيات حوش ماش تركز الاتفاقيات، مثلا الاتفاقيات اللي مثلا حتى مع أجانب يعني بون تونس وحتى مع فرنسا مثلا. هذه لا كونفدراسيون افريكان. مع 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 مثلا الفرنسيين، مع الفرنسيين هذا العام هذه احنا كل ما نديروا المؤتمر الدولي تاعنا نعرضوا اون سوسيتي سافونت. هذا العام عرضنا هذه لا سوسيتي فرونسيز دارتروسكوبي. يجوا محسوب يلقيو هنا لي ديرنيير تكنيك، كاين دي تكنيك حنا مازال مثلا ماناش نديروا فيهم، يجيو رونا كيف نديروهم ونديروا تربصات معهم ونتعلموا هكذايا. وهما يجوا عندنا حنا كاين حوايج نديروهم وكاين خصوصيات هكذا الامراض في الجزائر. انت كنت كلمت لي على اساس انكم غادي تكونوا ضيف ضيف الفرنسيين وغادي نقدموا الاعمال نتاعنا، يعني قلت هالمره غادي تكون بريطانيا ولا شكون غادي تكون؟ هذه مع الجمعيه الفرنسيه لجراحه العظام. هنا محسوب لان سينونور الحمد لله الجزائر تكون ضيف لانفيتي اوفيسيال لا ناسيون انفيتي في لو كونغري هذا الفرنسي في 2024. في 2024 وراحين نقدموا ايفيدامون دي ترافو في هذا المؤتمر. فاش مثل هذه الاعمال اللي غادي تقدموها وباش نقدموا التجربه؟ راحين نقدموا عمل كبير على لي بروتيز هذو تاع الركبه. راحين نقدموا عمل كبير ثاني تاع لي مالفورماسيون عند الدراري، الطفل كيزيد عنده دي مالفورماسيون في الجسم تاعو. الجمعيه الوطنيه هذه تاع جراحه الأطفال الصغار عندهم تجربة كبيرة وأمراض ما تلقاهمش في أوروبا، مازال كاينين مع كل الأسف حنا في الجزائر. دونك هذه تجربة كبيرة. واش هي الأمراض مثلا اللي نلقاوها هنا منتشرة وما نلقاوهاش مثلا في أوروبا؟ ما نقولوش ما نلقاوهاش بصح في أوروبا راهي قليلة، يعطيك الصحة. مثلا تحكي أنت على لا لوكساسيون دو هونش، كيت الورك ما يكونش في بلاصتو في أوروبا ما نشوفوهاش بزاف. انا مع كل الاسف مازال نشوفوها بعدد كبير. وعلاش الاسباب نتاعها؟ هو الاسباب نتاعها سي ان بو ليكزاما، صدر نهار يزيد الطفل ليكزاما اللي با بيتيت بارفيتمون في مثلا. وزيد ثاني بزيد على داك الشيء كاين مثلا هذو لي زاكوشمون ساعات ما يندروش بيقول لك الامكانيات اللي يلزم، والمرض هذا يجوز ما كانش طبيب اللي يشوف، ما كانش اللي هاي الحكايه. دونك حنا الحق اوني تري فيار، محسوبي تري زورو كو لارجيري سوا لا ناسيون انفيتي. هاد العام مثلا لا ناسيون انفيتي في هذه في المؤتمر الفرنسي لجراحه العظام هي اسبانيا، والعام الجاي هي الجزائر. العام الجاي اللي رايحين تكونوا ممثلين الجمعيه وجراحين راحين نكونوا عدد كبير، خاطر عندنا اون طابلو روند نديروها معاهم على هذه جراحه جراحه لا بروتيز هذه تاع الركبه. وشاك جروب دو سبيساليتي عندنا سبعه، قلت لك عليهم قبيلات. شاك جروب دو سبيساليتي راح يخدم مع لو جروب دو سبيساليتي فرونسي على محسوب الموضوع، يختاروه للزوج. هل يمكن، ما بقيناش بزاف وقت، بقينا واحد جوج دقائق، هل يمكن، هل الوقايه تكفي بعدم الإصابة ب بالعظام والمفاصل؟ الوقاية مثلا تحكم درك لو دومين سبورتيف، الوقاية في الرياضة مثلا على لا ريبتور هذو تاع لي ليغامون كروازي مثلا. لكن انت عندك دي ستاد عندهم من بلوز بارفيت هي مليحة، لكن كيف نقول لك لي شوسور دو فوت ملاح، ولكن لا ريكوبيراسيون وخارج الرياضه مثلا. خارج الرياضه دوك كانت مثلا تحكي على لاختروز هذه جوجونو مثلا نحكيو عليها، خاطر سي ان بروبليم كوميم كي امبورطون. الوقايه كيف تقدر تندار؟ تقدر تندار مثلا بلو بوا. درك الواحد اللي كان يوزن 100 كيلو، واحد يوزن 80 كيلو ماهيش كيف كيف. تندار مثلا
الوقايه هذه بالرياضه افيك لو رونفورسمون ميسكولير. واحد اللي عنده كيف يقولوا لي ميسكل اللي عنده دي ميسكل راهم قويين ماهمش ضعاف يحمي نفسه خير من واحد اللي عنده دي ميسكل ماهمش قويين. هاي 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 كيفاش محسوب؟ قالوا لي فات الوقت دكتور احمد زموري يعطيك الصحه. احمد زموري يعطيك الصحه ونتمنى لكم تاني ايضا النجاح في المؤتمر اكتوبر اللي راح يندار بين 13 14 15 في فندق لوراسي ولا في فندق لوراسي بالجزائر العاصمه في فندق لوراسي في الجزائر العاصمه وان شاء الله هنا تكون ضيف عندنا لا ان شاء الله تكون تبعكم قناه الحياه مشاهدي الكرام نظن قال يعني كانت فيها عمل التخصص اللي تكلم فيه لكن ايضا النصائح حتى تكون هناك الوقاية من هذا المرض اللي راه منتشر كثير عند الجزائريين. شكرا نقول لكم بقوا على خير يعطيكم الصحة تنميرت شكرا.